الشعبية الدورة ديالو 50 سنة اللي كيتحتى في المدينة مراكش الدورة الثانية في المدينة. هذه الندوة هي ندوة فكرية حول التشكيل والنقد التشكيلي داخل في إطار مملكة الفنون للدورة الثانية. يؤثر هذه الندوة الدكتور محمد الدندوري والناقد مصطفى كمال. هاد السنة درنا شراكة مع مهرجان الفنون الشعبية للدورة ديالو 50 سنة بحضور نخبة من الفنانين التشكيليين اللي استضفنا فيهم 60 فنان كانوا من داخل أرض الوطن وخارجه من الدولة السعودية بلجيكا وفرنسا. بالنسبة لهاد السنة الامتيازات اللي عندها وهو كانت ندوة صحفية، كان واحد البروغرام اللي شارجي بزاف، وكيف ما ذكرت قبل هو أن كانت شراكة بيننا وبين مهرجان الفنون الشعبية، يعني كان واحد لاتوش أختيستيك جديدة وواحد المساج جديد. إن شاء الامتياز ديال هاد الدورة هو أننا درنا واحد ندوة صحفية اللي حضروا فيها نخبة من الفنانين ونقاد في الفن التشكيلي اللي توصلنا لواحد الفيرنيساج اللي يكون إن شاء الله غدا لو سامدي 6 بالمسرح الملكي، اللي غادي يكونوا فيه حضور وازن للفنانين وممثلين ودي كوميديان ودي ديزاينر، وان شاء الله نتسناو المفاجاه. تاتي هذه الندوه في سياق التجربه العالمه لمملكه الفنون في دورتها الثانيه. هناك المعرض وهناك هذه الندوه المؤطره علميا والتي ابانت عن مجموعة من العوالم وفصحت عن معارف جديدة في النقد التشكيلي والفن التشكيلي، باعتبار أن الحركة التشكيلية بالمغرب وفي الوطن العربي تحتاج إلى مواكبة نقدية مماثلة. فالنقد التشكيلي يجب أن يروم المجال التقني بالأساس ليواكب المستجدات التقنية والمستجدات التشكيلية للفنانين التشكيليين في المغرب. الفن التشكيلي في المغرب تيعرف واحد التطور كبير وتيعرف واحد النهضة وواحد القفزة وواحد الكم هائل من الفنانين التشكيليين موزعين في كل ربوع المملكة، ويحتاجون إلى مواكبة نقدية صريحة، مواكبة نقدية متخصصة تشتغل على المجال التقني لتدفع بهم إلى المزيد من الإبداع والمزيد من التطور والمزيد من الابتكار. هذه التجربة هي تجربة مميزة، تجربة رائدة، لأن لا يكفي أن يعرض الفنانون لوحاتهم فقط للمشاهدة، ولكن عندما تؤطر هذه اللوحات بندوة نقدية وبحوارات فنية تشكيلية فإنها تضفي جديدا وتضفي معرفة أخرى وتعطي مجالا واسعا للإبداع بطرق مغايرة. فكما قلت، النقد الموازي والنقد المواكب للعمل التشكيلي هو ضرورة ملحة في الوقت الحاضر، خاصة في المغرب الذي يعرف تطورا تشكيليا كبيرا. إذن هذه الندوة تأتي في هذا السياق وتؤتت لنهضة نقدية وتؤتت لمجال ثقافي فني عوض المجال الفني فقط. فالثقافة مهمة في الفن التشكيلي، وهذا ما قامت به الأستاذة الفنانة المقتدرة جيهان صوت الحق من خلال هذه الندوة التي أثرت وأثرت في المتلقي وفي القراء وأثرت وأغنت المجال التشكيلي من خلال هذا المعرض وهذه اللمة المباركة. هذا موضوع أساسي اليوم هو حول الفن التشكيلي وعلاقته بالنقد المعاصر. إذا كانت ندوة حول محاور متعددة، المحور الأول تعلق بمفاهيم المتعلقة بالنقد وبالفن التشكيلي المعاصر. حضر معي الدكتور على هذه الطاولة وناقشنا معا كثير من النقاط المتعلقة بالفن التشكيلي وبالوضع الفنان وبالوضع المتلقي، وكانت هذه النقاط كلها أثارت كثيرا من الجدل بالحضور. هذا اليوم كان عندنا نقاش متعدد، وبالتالي استطعنا أن نصل إلى نوع من الإجابات ونوع من التشريح لبعض الأسئلة التي ظلت عالقة في المجتمع المغربي من الناحية الفني التشكيلي.
جمعية ساهمت كذلك بشكل كبير في إغناء هذا الحوار وبالدعم لكثير من الفنانين في الحضور، ونتمنى لها مستقبلا إن شاء الله أن يكون هذا ما تبقى من برنامج كامل النجاح والتوفيق، وشكرا.